كم مرة يستيقظ الواحد منا أثناء نومه في الليل لأي سبب كان ثم يعود لنومه؟ في لحظة الاستيقاظ تلك فرصة عظيمة وفضل كبير أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. استمع يا رعاك الله لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي من استيقظ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال وهنا الشاهد: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الله أكبر. أخي الحبيب، أختي الكريمة، بمجرد أن تستيقظ وتقول هذا الذكر وتدعو الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة، أخبر الحبيب عليه السلام بأن دعاءك مستجاب. يا رعاك الله، إنه ذكر سهل مكون فقط من 6 عناصر، رتبها، احفظها، وعلق قلبك بالله. بمجرد أن تستيقظ لأي سبب كان، انتبه، لا تبحث عن الواتس أو مشاهدة الرسائل الجديدة، اجعل أول ما يأتي في قلبك وعقلك ولسانك ذكر الله. هذا الذكر وهذا الفضل لا يحتاج إلى وضوء ولا إلى أن تقوم من فراشك، كل ما يحتاج أن تعلق قلبك بالله لتفوز بهذا الفضل العظيم. اللهم يا رب علق قلوبنا بك ووفقنا لهذا الذكر. اللهم يا رب من نشر هذا المقطع